في كل أزمة تواجهها أي بلد يظهر من يقف دفاعاً عن الأرض والشعب. في المواجهات العسكرية يكون الجيش الذي يضحي بدمه، أما في الأزمات الصحية تصبح الكوادر الطبية هم خط الدفاع الأول. وفي ظل تفشي وباء فيروس كوفيد-19 أو ما يعرف بفيروس كورونا، أصبح العاملون في المجال الطبي هم جيش مصر الأبيض. التفاصيل اليومية هي التي تحدد ملامح الصورة الكاملة، لذا أردت الاقتراب من حياة العاملين في المجال الطبي ومعرفة ما يواجهونه يومياً. دكتور حسام فتحي، 27 عاماً، تطوع للعمل بمستشفى إسنا التخصصي، وهي أول مستشفى للحجر الصحي بصعيد مصر. طريقة شغلنا داخل المستشفى بتعتمد على أسلوب عمل بيستمر على مدار 14 يوم، متوسط عمل 12 ساعة يوميا خلال ال 14 يوم. بنبقى مقيمين إقامة دائمة داخل المستشفى. بعد انقضاء ال 14 يوم بنعمل تحليل أثناء دخولنا المستشفى وأثناء خروجنا المستشفى، وبنخرج بنخش في حاجة اسمها عزل منزلي 14 يوم أخرى عشان ما نكونش اي مصدر عدوى للناس بره، وكمان عشان ما حدش منا اثناء فتره الراحه يتعرض لاي اصابه. في بعض طبعا مشاكل بتقابلنا في التعامل مع اسرتي، اهمها مثلا ان انا بعد ما بغيب فتره كبيره عن البيت وبرجع ما بقدرش اتكلم على بعض، يعني الحميميه الاسريه بتبقى صعبه جدا. ببقى في مسافات بينيه ما تقلش عن متر ونص او مترين في لما بكون قاعد معاهم، فأغلب الوقت ببقى معزول في غرفة الخاصة. يعاون دكتور حسام وزملائه فريق كامل من التمريض. رضا توني هي مشرفتهم، تواجدت بالمستشفى من قبل إعلانها حجراً صحياً من أجل تجهيزها. البلان بتاعتنا كانت إن أنا هجهز وهرجع، مش هبقى في الحجر. فتليفون يوم الأربعاء ده جالي، يا رضا أنت هتبقي موجودة في الحجر. أنا اتفاجئت طبعاً، بس أنا من النوع اللي بطمن نفسي برضو. بعد ما قفلت معاه اتراحت التتويشن كله، إيه اللي ممكن يحصل؟ طب المسؤولية كبيرة، المسؤولية صغيرة، طب أنا هتعدي، طب التمريض اللي معايا خصوصاً إحنا في الصعيد كان من الصعب إن أنا أقنع ممرضة متجوزة إن هي تسيب بيتها وولادها وتيجي تقعد 14 يوم في المستشفى، لا تشوف جوزها ولا عائلتها ولا أي حد من أهلها، وباب المستشفى يتقفل عليها. يوجد في مصر 47 مستشفى للحميات، جاري إعدادها لتصبح مستشفيات حجر. دكتور وليد عبدو، مدير مستشفى حميات بني سويف، يواجه صعوبة في تنفيذ العزل المنزلي. كان دايماً آدم ابني عنده 5 سنين بيعيط وبيشتكي لمامته وبيقول لها هو بابا زعلان مني في إيه؟ مع ان الحالات بدات تزيد شويه قررت ان انا اخد شقه قريبه من المستشفى، وناس كتير ما كانتش متوافقه على موضوع الشقه دوت لما تعرف ان انا مدير مستشفى الحميات، لحد ما قعدت بشهر وقررت ان انا ارجع وان شاء الله نكمل. اما دكتور محمود بكر فيعمل في مستشفى الاسماعيليه العام ويتعامل مع عائلته بحذر شديد. بنحاول ناخد على قد ما نقدر احتياطاتنا، سواء بالتعقيم، سواء ان احنا بنلبس الفول بي بي اي وكل الاحتياطات اللي احنا لابسينها. تمام، احنا زي ما احنا شايفين اول ما باجي البيت دي لازم تكون على حجري كده وشايلها ولازم العب معاها، فربنا يستر. وفقا لممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، فإن 13% من المصابين هم من العاملين في المجال الطبي. ووفقاً لتصريحات نقابة الأطباء المصرية، فقد توفي 12 طبيبة، كما أعلنت نقابة التمريض عن 8 وفيات حتى منتصف مايو لعام 2020. أما عدد الإصابات فلا يوجد رقم مؤكد حتى الآن. مع تزايد أعداد المصابين وعدم استيعاب المستشفيات المجهزة لهذه الأعداد، يتم عزل المرضى في أماكن غير مجهزة خوفاً من انتقال العدوى. أحمد الكومي،
ممرض بمستشفى شبين الأناطر، أصيب بالفيروس أثناء عمله وتم عزله بمستشفى حميات طوخ. طبعا المكان هنا المفروض ان هو عزل، وان المفروض ان اللي يطلع ايجابي بيتحول على اي مستشفى تانية اللي هي تبع الحجر الصحي. فبنطلب ان احنا نتحول للحجر الصحي، قالوا ما فيش اماكن خالص. طبعا المكان هنا مش مجهز ان هو يكون الحجر الصحي، المكان هنا المفروض ان هو عزل وبينقل الحالات على طول. مشكله كمان بتقابل التمريض هنا اللي انا فوجئت بيها، التمريض في وقايه وفي لبس وكل حاجه، بس للاسف ان هم بيروحوا بيتهم كل يوم، ما ينفعش يتعامل مع حاله ايجابيه ويروح بيته كل يوم. لا يتوقف دور الأطباء على عملهم بالمستشفيات، بل ظهرت بعض المبادرات التي تسعى لخدمة المرضى في منازلهم. دكتورة نجاح حسنين أطلقت مبادرة كشفك مجاناً خليك في البيت. عملت المبادرة دي على الفيس، فوجدت أنا قلت هينضم مثلاً يعني بكتيري كده 1000 حاجة بتاع، فوجدت ما شاء الله يعني عدد كبير جداً، إقبال كبير عليها. الدكاتره برضو عدد كبير، انا قلت مثلا ممكن يكون الزملاء بس، لا يعني وصلنا حاليا ودكاتره في كل مكان على مستوى الجمهوريه حوالي 400 دكتور، وعدد الاعضاء معدي 298,500 كده يعني الى الان. يعني ده استشفيت من ان الناس عندها استعداد تقعد بس قدم لها البديل. اما دكتور عبد الرحمن علي فقد نصحته والدته بوضع صورته على ملابس الوقايه حتى يتعرف عليه الناس ولا يخافون منها. طبعا اللبس اللي بنلبسه ده بيبقى من الراس لغايه الرجل متغطين تماما، بروح علشان اتابع المخالطين للحالات الايجابيه في العماره اللي كنت بتابعها دي. والدتي شافت المنظر قالت لي طب ليه ما تحطش صوره ليك على صدرك بحيث ان اللي قدامك يكون عارف شكلك من غير ما يخاف منك، خصوصا الاطفال الصغيرين. فعلا لقيتها فكره حلوه قوي، عملتها ونفذتها ورحت، وعجبت فعلا الناس اللي بروح لهم كل يوم خصوصا الاطفال منهم. قد يلجأ العاملون في المجال الطبي الى تغطيه وجوههم بادوات الوقايه المختلفه، لكن يبقى اثرهم ليعرفنا ببصمه كل واحد منهم.